الملاحظة أعزائي المشاهدين، خلال احنا 12 دقيقة من الشوط الثاني مستوى المباراة انخفض بشكل يعني واضح، وهاي هجمة لفريق نادي الزوراء وأحمد راضي، لأحمد راضي ينفرد، والهدف الثالث لنادي الزوراء والهدف السابع، هجمة مرتدة من فريق نادي الزوراء وأحمد راضي يسجل الهدف الثالث لفريق نادي الزوراء. شوف أحمد راضي من خارج منطقة الجزاء وخارج القوس ضربة طيارية تروح إلى المرمى مسجلا الهدف الثالث والسابع عشر إلى في الدوري. راضي وليث يسدد ومن أجمل الأهداف، ذكاء ميداني كبير لهذا اللاعب من دائرة الوسط، من دائرة الوسط إلى مرمى الجوية لتصبح النتيجة 3 أهداف. يحيي هذا اللاعب على ذكاء الميداني، منظر جميل لليث من دائرة الوسط لمجرد أن يستلم كرة ويسدد إلى مرمى الجوية ليضع الكرة الجورائية. هذا اللاعب يعني يعد فريق، يعني ليث حسين ماكينة لاعب النتيجة 3 أهداف. يحيي هذا اللاعب على ذكاء الميداني، منظر جميل لليث من دائرة الوسط لمجرد أن يستلم كرة ويسدد إلى مرمى الجوية ليضع الكرة الجورائية. هذا اللاعب أحمد راضي وداخل الجزاء، عدنان حمد، عدنان حمد يسجل الهدف الثاني لفريق الزوراء في اللحظات الأخيرة من المباراة. عدنان حمد في عادة بالتصوير المطير، رامي يوسف يلعب كرة على منطقة الوسط وتتهيأ إلى سعد عبد الحميد. شوف سعد، شوف سعد عبد الحميد يرفع كرة، يرفع كرة عالية على منطقة الوسط وأحمد راضي غريب عليها، لكن ترجع الكرة مرة أخرى إلى عبد الأمير وعدنان حمد يلعبها على طول ويسجل الهدف الثاني لصالح فريق الزوراء. عدنان حمد يسجل الهدف الثاني باللحظات الأخيرة وبالدقيقة 89 من انتهت المباراة. أعزائي المشاهدين، محمد يحول وترتطم بالقائم وترجع، وابراهيم عبد نادر ضربات متلاحقة تسدد إلى مرمى الشرطة، كريم براسه وأحمد راضي، أحمد راضي ضربة، إبراهيم عبد نادر، كريم، كريم صدام، كريم يتقدم ينفرد، كريم الهدف الأول للزوراء. يناول للجهة الثانية وكرة ملعوبة على ورا،